مشروع كبير بتوأمة مدينة بغداد مع عديد من المدن العربية والأجنبية. لدينا مشروع توأمة مع باريس، لدينا مشروع توأمة مع عمان، لدينا مشروع توأمة قريب مع الرياض، عندنا مشروع توأمة مع اسطنبول. نشوف كثير أيضا صربيا عرضت علينا أنه يكون بلغراد أن يكون هناك مشروع توأمة، كلهم هم اللي يدعون. إيطاليا روما أيضا الحكومة الإيطالية هي اللي قدمت مقترح أن تكون هناك مشروع توأمة ما بين بغداد وروما. التوأمة هو تبادل الخبرات، هي عملية تبادل الخبرات والاستفادة من هذه المدن في كيف مضت وخطت خطوات متسارعة باتجاه التأهيل والتطوير والتحديث. هذا ما نحتاجه إحنا. عملية لدينا الكفاءات البشرية الرائعة، لكن عملية تنظيم الموارد ووضع الموارد البشرية والمادية في مكانها الصحيح راح نوصل إلى أهداف مهمة إن شاء الله. هسه احنا عندنا ما يقارب 53 مشروع قائم في بغداد بأعمال تطويرية موجودة. عندنا البنى التحتية أيضا راح نفرد لها مساحة كبيرة، لكن ننتظر الموازنات. الحقيقة الموازنات يعني تحتاج موارد مالية كبيرة، لكن احنا ساعين من خلال إيراداتنا، هاي كلها من خلال الإيرادات الذاتية لأمانة بغداد. وهو مهم جدا بالنسبة لنا ترميم وتأهيل شارع الرشيد حتى نزيل القبح من واجهاتنا من شوارعنا. نريد نعلم العين البغدادية، عين المواطن البغدادي على الجمال.